الله يخليك. حملت 100 مليون صحة، خلينا نعرف السادة المشاهدين هي وصلت لغاية فين. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الحملة الرئاسية 100 مليون صحة ابتدت من أول أكتوبر السنة دي. في أكتوبر ونوفمبر كنا متواجدين في 9 محافظات. خلال أكتوبر ونوفمبر تم فحص أكثر من 15 مليون شخص في الـ9 محافظات دي. اعتبارا من ديسمبر ابتدينا نتواجد في 11 محافظة تانية بالإضافة للـ9 محافظات. يعني 9 محافظات احنا مدينا فيهم كمان شهر كمان عشان ندي فرصة للناس اللي ملحقتش في الشهرين الأولانيين. حاليا احنا موجودين في 11 محافظة من ضمنهم محافظة القاهرة اللي هي طبعا أكبر محافظة طبعا. واللي مستهدف منها ان احنا نفحص 7 مليون شخص في محافظة القاهرة في خلال الـ3 شهور القادمة. هي تنتهي امتى يا دكتور؟ يعني الماكسيمم يعني هتخلص امتى؟ عشان احنا برضو الناس اللي مكسله تروح القاهرة دلوقتي. في ديسمبر ويناير وفبراير. حلو. بالاضافه لكده كمان احنا نزلنا في طلبه المدارس الثانوي في محافظات المرحله الاولى اللي هم الـ9 محافظات الاوائل. فحاليا المبادره في اوج نشاطها لان احنا موجودين في الـ9 محافظات القدام وال11 محافظة الجديدة بالإضافة لمدارس ثانوي في المحافظات اللي في المرحلة الأولى. حلو قوي. عايز أقول لحضرتك إن الإقبال الجماهيري قوي جدا. إحنا لما كنا بنخطط لهذه الحملة كنا متوقعين إن حوالي 60% من الشعب هيستجيب لهذه المبادرة، لكن الحقيقة لقينا يعني استجابة أكثر من 90% في المحافظات طب دي حاجة الأولانية. محترمة جدا طبعا جدا في جدا المحافظات يعني. الأولانية احنا وصلنا لأكثر من 90%. حاليا كل يوم في حوالي 500,000 مواطن بيقبلوا على التحليل والفحوصات في المبادرة الرئاسية لفحص فيروس سي وضغط الدم والسكر والسمنة. كل دي عوامل بتخلينا يبقى عندنا أمل قوي جدا ان احنا نوصل لهدفنا. والحقيقه عايز اقول لحضرتك ان المسح ده هو اكبر مسح يتعمل على مستوى العالم، وانا بوصفي مستشار لمنظمه الصحه العالميه للفيروسات الكبديه بقول لحضرتك ان مفيش مسح اتعمل زي كده في اي حته في العالم ما عدا ان اتعمل مسح في نيجيريا على 30 مليون شخص فقط للايدز. فالحجم هنا اكبر والحاجات اللي احنا بنشوفها هنا اكتر واكتر، وده هتدينا كم كبير جدا من المعلومات الصحيه ومن الحاجات اللي هتفيدنا في رسم المستقبل الصحي لمصر حلو. سنين وسنين لقدام.